كثيرون قرأوا في حادثة توغل دبابتين سوريتين إلى داخل الأراضي اللبنانية في عرسال وأطلاقها النار مقدمة لاجتياح سوري ربما إلى منطقة أو أكثر، ومنهم من رأى فيها رسالة إلى الخارج، ومنهم من قال إنها خرق وتعدي على السيادة، ومنهم من قرأ أن الحادثة تم تكبيرها لإحراج الدولة والمطالبة بنشر قوات دولية، ولكن الجميع طالب بإيضاحات. أولا التوغل لم يحصل دون الأراضي اللبنانية كما يقال. المعروف أن هنالك منطقة متداخلة، هنالك مناطق غير متفق عليها وغير محددة، وهي من النقاط العالقة التي تحتاج إلى بحث عندما يصار إلى بحث موضوع إلى درس موضوع ترسيم الحدود. وبالتالي هنالك تواصل وتنسيق على صعيدين، صعيد لجان المحافظات التي تضم الجيش والقوى الأمنية الأخرى بالإضافة إلى المسؤول من المحافظة، هنالك التنسيق المباشر بين الجيش اللبناني والجيش السوري على مكتب التنسيق العسكري وعلى مختلف المستويات. الحادث الثاني اللي خص في مقتل أحد المواطنين المتسللين الداخلين كانوا عم يدخلوا بشكل غير شرعي هو حادث بمنطقة سورية بقرية بفليطي، وفليطي هي منطقة سورية ضمن الأراضي السورية. القتل هو كان يتسلل يدان يدخل بشكل غير شرعي، يعني كان غير شرعي، وبالعكس حسب المعلومات وحسب التحقيق كان كمان في تبادل إطلاق نار. ولكن ما فيك تضبط الأوضاع إذا لم تكن هناك قوة حقيقة متواجدة، وهذه إمكانيات غير متواجدة، منطقة واعرة جدا، وهذا ليس رأيي، هذا رأي الجيش اللبناني. المسألة دون شك طرحت حتمية الإسراع بترسيم الحدود من كل الجهات لعدم تركها ذريعة لأحداث مماثلة وللتهريب. ترسيم الحدود كان ماشي، ولكن الظروف الحالية، الظروف الراهنة أدت إلى تأخير عملية مباشرة بترسيم الحدود، ولكن الظروف تقتضي تشدد حاليا أكثر، هنالك تشدد من الجانب السوري وتشدد من الجانب اللبناني، في حيث هنالك إمكانية أن تكون هناك قوى لبنانية متواجدة. ويجزم خوري أن عمليات تهريب متعددة الأشكال والأهداف تحصل في كل المناطق عند الحدود غير الرسمية. في تهريب من كل الأنواع، في تهريب أنا ما في يجزم، اللي عم يجزم هو المؤسسات الأمنية اللي عم تعتقل الناس وعم تحين المحاكمات، وهي معنية بهالموضوع. في تهريب سلاح وغير سلاح. وأمام العجز اللوجستي للجيش اللبناني وعدم توفر الإمكانات قد تتكرر هذه الحوادث والدولة غائبة.